عادة فقرة ستوريز، الفقرة اللي بنعرف فيها كل جديد على سوشيال ميديا اللعيبة. نبدأ من عند صفحة الزمالك الرسمية على الفيسبوك، واللي نشرت صور من فوز الزمالك الرائع على بيراميدز، ونشرت صور للاعبين بعد انتهاء المباراة واللي خلصت بفوز مستحق لنادينا الملكي بهدف دون رد سجله شلبي. الصفحة الرسمية كتبت 3 نقاط هامة في مشوار الدفاع عن لقب الدوري. طبعا حصلنا 3 نقاط مهمين جدا من فريق صعب زي بيراميدز، وكل التوفيق للاعبين في المواجهات المقبله. حارسنا الامين محمد عواد حصل على جائزه افضل لاعب في المباراه في ماتش بيراميدز بعد تصديه الممتاز للعديد من الفرص المؤكده. صفحه رسميه كتبت عن نجم اللقاء وقالت: تصديات حاسمه حافظت على نقاط المباراه 3. فارس مباراه اليوم هو حارسنا محمد عواد. وكمان صفحة نادينا الملكي احتفلت بأول أهداف مصطفى شلبي مع الفريق بشكل رائع، ونشرت صور ليه وهو بيحتفل مع زمايله، وكتبت: لاعبنا شلبي لم يستطيع الانتظار أكثر من 3 دقائق فقط للتسجيل بقميص الزمالك في مباراة اليوم. ولسه مكملين مع صفحة نادي الزمالك على الفيسبوك، ونشرت صور لقائدنا محمود عبد الرازق شيكابالا بجانب مجموعة من اللعيبة في دوري أبطال، مجموعة فريقنا في دوري أبطال أفريقيا عفوا، بعد القرعة على طول، واللي أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة. كل التوفيق لنادينا الملكي خلال مشواره ببطولة أفريقيا المهمة لكل الزملكاوية. كمان الصفحة الرسمية للزمالك على فيسبوك وإنستجرام احتفلت بالظهور الأول لدونجا خلال مباراة بيراميدز واللي شارك فيها، وكتبت: الظهور الأول بقميص الزمالك دائما ما يكون له طبع مميز، سعدنا برؤيتك يا دونجا. كمان نشرت الصفحة لمواعيد مباريات فريقنا في دوري أبطال أفريقيا، واللي هتبدأ في شهر فبراير أحد أيام 10 و11 من فبراير إن شاء الله بمواجهة الزمالك لشباب بلوزداد الجزائري هنا في استاد القاهرة. كل التوفيق للفرسان في الرحلة الأفريقية. صفحة نادينا الملكي نشرت صور للراحل الكابتن أحمد رفعت في يوم ذكرى وفاته، واللي كان بيوافق 3/13/12، وكتبت: ذكرى رحيل أحد رموز نادينا الكابتن أحمد رفعت، رحم الله الأسطورة، ستظل ذكراك خالدة بيننا، دايما الزمالك فاكر كل رموزه ومش ناسيهم مهما طال الزمن. كمان الصفحة الرسمية للزمالك يعني نزلت كده صورة لأحد أهم ذكريات الزمالك في التاريخ، حيث وهي ذكرى الفوز ببطولتين أفريقيا، البطولة الرابعة واللي كانت سنة 1996، والبطولة الخامسة واللي كانت سنة 2002. الصفحة نشرت ذكرى اليوم تحت عنوان: أفريقيا بتعرف أمجاده، والعلو فالخير الأسبوع ده ذكرى التتويج بالبطولتين، وفي نفس الوقت القرعة اللي تمت عشان دور المجموعات في دوري الأبطال. خلونا كده نتفائل خير إن شاء الله. كمان نشرت الصفحة صور اللاعبين خلال تأديهم مرانهم واللي ظهر فيه تركيز لاعبينا استعدادا لمباراة البنك الأهلي، وكتبت الصفحة: الاستعدادات للمباراة القادمة مستمرة. اما ستوريز اللعيبه من انستجرام فهنبدا من عند حارسنا محمد عواد، واللي تالق قعدته في مباراه
فريقنا امام بيراميدز. عواد نشر صور ليه وهو بيستلم جايزه افضل لاعب في اللقاء، ونشر صور لتصدياته من اللقاء واستفاعل كبير من جمهور الزمالك في الستوريز عند عواد. نروح لسيف فاروق جعفر واللي نشر صور للقائد الارجنتيني ليونيل ميسي على حسابه الشخصي على انستغرام، وبيحتفل بتاهل ميسي لنهائي كاس العالم بعد الفوز على كرواتيا بنتيجه 3 أهداف دون رد، وكتب من خلاله: يا رب. كمان نشر لاعبنا عبد الله جمعه صوره لليونيل ميسي وهو بيحتفل بتاهل راقصي التانجو لنهائي كاس العالم. لعيبه الزمالك واضح كده ان في كتير منهم بيشجعوا الارجنتين. نروح بقى لمحمد اشرف روى واللي سبق كده وخلاص اعتبر كاس العالم ارجنتينيه. روى نشر الصوره على حسابه الشخصي على انستغرام بيهنئ فيه الجمهور الارجنتيني عقب فوزهم وتاهلهم الى نهائي كاس العالم، وكتب من خلاله: مبروك كاس العالم للارجنتين. كمان شيكابالا واللي معروف عشقه لميسي الكبير نشر صوره ليه بعد الفوز على هولندا باحتفاله الشهير، كمان نشر صوره ليه بعد الفوز على كرواتيا بثلاثيه، واضح كده ان في فرمان من شيك ان كل اللعيبه لازم تشجع الارجنتين. ونروح للاعبنا احمد فتوح واللي بدا حمله الحقيقه يعني على السوشيال ميديا لدعم محمود علاء. فتوح نشر صوره لمحمود علاء مدافع عن المعار من الزمالك الاتحاد السكندري على حسابه الشخصي على انستغرام بيدعمه من خلاله، وكتب: يتمنى جمهور الزمالك يقف في ظهر محمود علاء كل الدعم يا هداف. كمان نشر محمد عواد حارس مرمى فريقنا الملكي صورة على حسابه الشخصي لمحمود علاء بيدعمه فيه ويحفزه على ما هو قادم من خلال مشواره مع فريق الاتحاد السكندري. أما حسام عبد المجيد متيب نشر صورة ليه لمحمود علاء على حسابه الشخصي وبيدعمه فيه، وكتب: ربنا معاك يا كابتني وإن شاء الله ترجع لمكانك الطبيعي تاني يا راموس المدافع الهداف. كمان اللاعب الشاب أحمد عيد نشر على حسابه الشخصي صورة بتجمع بينه وبين محمود علاء وبيدعم فيه كابتن محمود علاء، وقال: أحسن مدافع في مصر محمود علاء. ولسه مكملين مع حملة لعيبة الزمالك القوية لدعم محمود علاء، لاعبنا المخضرم زيزو نشر صورة على حسابه الشخصي بتجمع بينه وبين محمود علاء في معسكر قديم ليهم، وقال: اشتغل لأولادك وعيلتك ومستقبلك وخدها تحدي عشانهم، أكيد ربنا مش شايل لك غير الخير. اما الونش الحقيقه وحشنا جدا جدا، هو كمان نزل صوره بتجمع بينه وبين محمود علاء على حسابه الشخصي انستغرام وبيدعمه فيه ويحفزه على تقديم افضل مستوياته خلال الفتره اللي جايه عشان يرجع لمستواه الطبيعي اللي دايما متعودين عليه. كمان لعبنا حسام اشرف واللي نشر صوره بتجمع بينه وبين محمود علاء واللي بيحفزه وبيدعمه الفتره الحاليه، وكتب من خلاله: هتكسر الدنيا زي الاول ان شاء الله يا هداف. كمان سيد نيمار لاعبنا الشاب المتميز واللي نشر صور لمحمود علاء بقميص منتخب مصر على حسابه الشخصي، وكتب وقال له: ربنا يوفقك في اللي جاي يا كابتن مصر. ونروح بقى لبوستات دعم المغرب، زيزو نشر صوره للاعبي المنتخب المغربي على انستغرام بيفتخر بمستوى والاداء اللي ظهر بيه الاسود خلال مباراه فرنسا في نصف نهائي كاس العالم، وكتب عليها: اننا كلنا فخورين بيكوا باللي قدمتوه.
كمان لاعبنا السابق المغربي اشرف بن شرقي نشر صوره على حسابه الشخصي للاعبي منتخب المغرب وهو بيسقف لهم كده على كل الانجازات اللي حققوها في كاس العالم وانهم كتبوا اسمهم بحروف من نور في تاريخ المونديال. كان نفسنا نشوف بن شرقي موجود معاهم الحقيقه بس ان شاء الله ملحوقه ومتعوضه. ونروح لقائدنا قائد فريقنا الملكي محمود عبد الرازق شيكابالا واللي نشر صوره للاعبي المغرب بعد الانجاز اللي حققوه بالوصول لنص النهائي وكتب ديما مغرب.